الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، حلقة جديدة من برنامج الحياة في العائلة. اليوم نحكيو على أنماط شخصيات الطفل، كما حكينا على أنماط الشخصية عند الناس بصفة عامة. اليوم باش نتخصصوا في معرفة أنماط شخصية الطفل وكيفاش نتعاملوا معها وشنو العوامل المؤثرة إلى غير ذلك من التفاصيل. تحضر معي في الأستوديو مدام نجيبة الحاجة الأخصائية النفسانية. مرحبا بك مدام نجيبة. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك وبالناس الكل وبالمستمعين بالليكيب نتاع اللي قاعد. شكرا لك. نرحبوا بالليكيب جدا، ايمن ليغا في الاخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال. دونك اليوم نحكيوا على انماط شخصيه الطفل. الطفل مدام نجيب، ايش معناه شخصيه الطفل وما ادراك ما شخصيه الطفل؟ يمكن اكثر حاجه تقلق في الدنيا في ايش معناها شخصيه الطفل وكيفاش نتعاملوا معها اكثر، خاطر الشخصيه يمكن تتوجد اما كيفاش باش نتعاملوا معها هذاك اللي مشتل اشكاليه كبيره. ومشكلتنا مش في الطفل، في الوالدين، خاطر الوالدين يتخيلوا انه الطفل عجينه ينجم يشكله كيف ما يحب، الا طابعه يطبع على لو موديل اللي يحب عليه، والا بياسه في مصنع يخرجها كيما يحب هو. دراسته ويعتقد انه هذا هو المعتقد اللي هو ريت انت معناتها نقولوا احنا اكل موروث الذهني لونفون فانتزماتيك، يحب يراه كيما يحب هو وكيما يريد هو وكيما يشتهي هو. ويمكن تعويض اللي ما عندوش هو. دونك باش نبدا بمقوله معناتها مشهوره برشا، رالف إيميرسون يقول افضل انجاز ان تكون الشخص الذي تريد في عالم يحاول ان يجعلك الشخص الذي يريد. معناها احسن حاجه تكون كيما انت ومش تقاوم برشا باش تكون انت في عالم يحب يراك كيما يحب هو. دونك الوالدين كيفاش خلوا راو ما نجموش نشكلوا شخصيه الطفل، خاطر الشخصيه كيما عرفناها قبل هي السمات والنمط وطريقه العيش، معناتها ان موديل سبيسيفيك الانفون. دونك الولي صحيح انت تنجم تهذب وتعدل السلوك، وهذا مطلوب زيادة مدى النجيبة. الشخصية معنا. الشخصية تعامل معاها يلزمك تتطرق للسبل الإيجابية والفعالة باش تتعامل معاها، خاطر رأي الشخصية مش كن فيكون معناش عصا سحرية باش نصلحوها ولا نبدلوها ولا نهذبها. دونك الولي شنو يلزم يكون فاتن، ولدي تخلق كيك الساعة يشخص شخصية ولده، يعرف صفاتها ويحاول يلوج على الطرق الفعالة باش يتعامل معها. مدام نجيبة، وقتاش نجمو نحكيو على شخصية الطفل؟ من عمر بالضبط باش الولي يشخص وينظر فيها؟ والله تبدأ تتشكل الشخصية راهي تتشكل من فترة الحمل، أما السمات الظاهرة عادة من العام تبدأ تظهر، معناها باش يظهر لك صغير هذايا باش تلقاه يعاند، باش تلقاه حركي، باش تلقاه نشيط، باش تلقاه حساس، معناها تبدأ السمات تتشكل من السنوات الاولى نتاع النشأ نتاع الطفل. وهذه راهي الشخصيه راهي نتاج لبرشا عوامل. دونك يلزمنا نحكوا على العوامل المؤثره باش الوالدين يفهموا راه ولدك ما صنعهاش وحده، راهي تصنعت له في البرشا مجموعات. شنو هما هالعوامل مدام نجيبه؟ المؤثرات كيما معناها عندنا لميناهم في ثلاثه عوامل اساسيه ومؤثرات اساسيه اللي هي العوامل الوراثيه اللي بريسك تشكل 40% من شخصية الطفل. وتقريبا نفسها مع انماط الشخصية نتاع هذاك هو احنا مستوى الاعمار الاخرى. بيتنا لو عندنا مؤثرات مش نجوا معانا حاملين للسمات البيولوجية والوراثية نتاع الوالدين ونتاع الحالة الأسرية بصفة عامة، معناها هذوما تمثل 40% من شخصية الطفل. عندنا العوامل البيئية اللي فيها الوضع الاقتصادي الثقافي، معناها المحيط اللي يحيط بالطفل بصفة عامة. ومش نركزوا خاطر هذه ما حكيناش فيها المرة اللي فاتت، مرينا عليها مرور الكرام، أما تأثيرات الأسرة تأثر برشا في شخصية الطفل ومش نركزوا عليها برشا في شخصية الطفل. ذولي فما علاقة كبيرة بين التربية الوالدية وشخصية الطفل. يعطيك الصحة، ريت كيفاش عندك أنت يعطيك الصحة في اختيار المواضيع، لأنها التربية الوالدية هي النمط. احنا شفنا برشا انماط، شفنا منها الوالديه ذات الحمايه المفرطه، شفنا المهمله، شفنا المتسلطه، وشفنا الايجابيه دونك كل نوع وكل نمط نتاع تربيه والديه راهي مش باش يساهم في انتاج شخصيه معينه. واحنا ديجا تو ان شاء الله في حلقات قادمه باش نشوفوا كل نمط وكيش ياثر اوتوماتيكمون سلبيا ولا ايجابيا. دونك مش نشوفوا تاثير الاسره تاثير راهي بشكل
معناها كبير، لانه البيئة الاولى والاس الاول اللي ينشا فيه طفل اش مش يلقى باش يكتسبه باش ياخذوا معناه الموروث هذاك جاي معاه سيليني ولكي والمكتسبات مش ياخذها خاصه من الاسره والاسره بصفه عامه والام بصفه خاصه، خاطر الام في علاقتها بولدها واستجابتها لحاجياتها وتفاعلها معاه هي مش تخليه يرسم المنهج اللي مش يتعامل به مع الاخر، هي اللي مش تخليه معناها مش يكون عنده ثقه به في نفسه ولا ثقه مهتزه في نفسه ولا منعدم الثقه بذاته. دونك مسؤوليه مضاعفه للام هوني، للام أي. للاسره، للاسره والام بصفه خاصه، بيئه اساسيه معناتها المجتمع الاول اللي باش يعيش فيه الصغير والام بصفه عامه، خاطر هي باش تكون العلاقه الحميميه باش تبدا بالام هي مش تستجيب الحاجيات المبدئيه، خاطر احنا نعرفوا اللي الانسان بصفه عامه اضعف مخلوق يولد، ومش تبدا امه هي مش تستجيب الحاجيات، وفما اكل لي سينيو بين الام وولدها، هي اللي باش تعرفوا جيعان، هي اللي باش تعرفوا مبلول، هي اللي باش تعرفوا معناها مريض، دونك فما ديكود ما تنجم تفكهم كان الام، فك التفاعل والتعامل والاستجابه لحاجيات الطفل وقتها باش تبدا تتشخص معناتها شخصيه الطفل، شخصيه الطفل باهي. دونك من ابرز العوامل المؤثره قلنا الاسره والام، توا انماط الشخصيه نتاع الطفل مدام شنو نجمو نلقاو كانماط لشخصيه الطفل؟ عندنا برشا معناتها انماط، ان احنا حاولنا نشوفوا المهم اكثريتها معناها، خاطر تنجم تصب في بعضها، حاولنا نعملوا معناها انماط عامه باش نجمو نحكوا فيها بطريقه معناها مسترسله. عندنا مثلا النمط الحساس، عندنا النمط النشيط، عندنا النمط السلبي، عندنا النمط الاناني، وعندنا النمط العنيد، هذوما باش نحاولوا معناتها نحكوا فيهم. فمش نمط ايجابي مدام نجيب تكون لا، هما الكل معناها النشيط والحساس هذوما الكل. هو النشيط باهي، لا النشيط راهو ايجابي، ما في اذا كان هذيك تبدا مفرطه معناها. لا ما نحكوش على المفرطه، احنا باش نحكوا على الشخصيات السويه، راهي المفرطه من بعد تدخل في الاضطرابات. احنا توا كي باش نحكوا على الشخصيه السويه اللي ما تمثلش جيست، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها، طرق التعامل معاها، هذه ما تخليناش في الحالات المرضيه، في الشخصيات السويه العاديه اللي نجم كل ولي يكونفرونتيها مع ولده ويلقاها معناتها في كي نحكوا احنا تو كل ولي يعرف ولده معنا معناها ما نمط. خلينا نبداو بالشخصيه الاولى مدام نجيبه، النمط الحساس شنية مميزات النمط هذا؟ كيفاش الولي يعرف انه ولده عنده شخصيه حساسه؟ الشخصية الحساسة هو ولدك يعيش معاك، معناها خاصة في 3 سنة معظم معناها باش منح فما صغير يبعد عليك من الأول، أما مش تقع لقاءات بيناتكم في فطور وفي تلبيس دبشو، في معاملاتك، في حديثك معاه، في فرحه، في حزنه، في معناتها باش تعيش معاه مختلف معناها أطوار الحياة، في إخفاقاته، في نحكو حتى صغير معناها من اللي يولد، مش تبدا العلاقه تتطور بينك وهو يكتشف فيك وانت تكتشف فيه، انت مش تكون لوبسيرفاتور نتاع ولدك معناتها مادام يتعايش معاك، مش تبدا تلاحظ في كل شيء ولدك. مثلا مش نعطيك الصفات العامه للطفل الحساس، اول حاجه هو مرهف الحس، اقل حاجه باش تاثر فيه، مش تراه معناها ما يطلب حاجه ما تعطيهش باش يتقلق، يتيح باش يتقلق، واحد يفك له حاجه باش يتقلق، اقل معناها يميل الى العزله ما يميلش، لا فيك ما تعطيهش حاجه ولا ما لا يمكن يحسها يبكي، يتغشش، تحز في نفسه، يكتئب، هذا علاش مرهف. احنا نقولوا عنده حساسيه مفرطه تجاه الاشياء والعلاقات اتسيتيرا، هذاش معناها مرهف الحس، معناتها حساس بدرجه عاليه. شنو اللي يخليه الطفل هذا يكتسب شخصيه حساسه؟ حساسه وساعات تبدا يبدا مختلف من طفل الى طفل في نفس العائله، شنو هما ما يتشابهوش هذاك علاش اخوات معناتها ما لازموش نقارنوا ببعضهم، كل صغير كيفاش، خاطر ديما نرجعوا للوالديه. التربيه الوالديه راهي هي اللي مش تنتج هكاك، هو راه ينجم الحساسيه المفرطه وارثها من لي بارون، واحد من والديه حساس، امه حساسه او ابوه حساس، معناتها جت من عامل الوراثه او معناها اكتسبها من المحيط، انه في حياته كل حاجه يستجيبوا له والديه، كما احنا عندنا ذات الحمايه الزايده
مش تخرج اوتوماتيكمون. الطفل كان ما تستجيب ليش وما تعطينيش نحب، راهو باش تاثر في نفسي، خاطر تعودت طلباتك مستجابه مجيبة. اطلب تعطى. به مادام نجيب نحب نسالك هوني على دور الوالي. ديما الام معروفه هذا في المطلق، راهو نحكي انه الام ديما هي اللي قريبه، ديما هي اللي تحاول تلبي حاجه صغيرها، ديما الصغير يميل اكثر للام في اغلب الاحيان. احنا خلينا البوغ ماهيش قاعده يا سهام، هاني قلت لك انا ماهيش قاعده، ولكن نحكي احنا على في المجتمع راهو العربي كرسنا وخليناها ثقافه. اور هي راهو ولدهم لسنين، واحنا كي حكينا على التربيه الوالديه سام كانت تفكر قلتك التوافق الزواجي راهو يلزم البو يكون متكون والام متكونه باش يجيبوا صغير، راهي شراكه وفكره معناتها مشتركه بين لي كوبل. ام ما جابتوش معاها دونك الوالدين مع نحو فكره راهو كيما مسؤوليه الاب كيما مسؤوليه الام، وسي ترو بور لا مير، معناتها الام يسرع عليها باش تعمل كل شيء. هذا متفقين عليه راهو مدام نجيب، ولكن على ارض الواقع راهو فما في العائلات لازم نعرفوا من منظورنا الخاص نحاولوا نلسو سيبيليزاسيون، نحاولوا نحسسوا فوالا دونك ما أهمية أنه البو زاد يشارك في تربية الصغير ويشارك في وضع اللمسات هذه وفي الإحاطة بالصغير ويعاون الأم على خاطر هذه يعاونها يهز معاها ويهز معاها باش تخف عليها هي ويحسن. راهو التربية كي يربوا اثنين خير ما يربي واحد، والسي قل ما يتيحش على واحد، خاطر أم كي ترهق مع تو الأم العاملة اتسيتيرا كي ترهق الأم راهو أكل كاليتي نتاع التربية باش تطيح. أما كي يبدا هو يعاون فيها أوان كي تبدا هي أونجاجي بولدها هو يقوم بشؤون أخرى ميساش، ولا حتى في مشاركته راهو في تربيه ولده سي دعم داعمه من دعائم التربيه، راهو البو يلزم يكون حاضر. واضح. به مدام نجيبه باش نختم معاك توا، تعطيني التعامل او فن التعامل. مازلنا ما كملناش يا سهام، راهو مازلنا انت كان مازال الوقت خلينا نكملوا، ما كانش خلينا نختموا نعملوها في الحلقات الجايه. بالنسبه للشخصيه النمط الحساس خلينا نكملوها معنا. اول حاجه قلنا الميزه نتاعه والصفات انه مرهف في الحس وفسرناه انه خجول، اش ما جي معناتها حتى كي تخزر له هكا يحمر بكله ويتعرق، يبدا عنده الخجل معناتها الخجل الواضح راه مش الخجل الطبيعي. وكيف يبدا مدام نجيبه في الدار يبدا يحكي ويلعب وكل شيء، ولكن كي راه العباد الخجل موجود حتى في داره حتى من امه حتى من اخواته، معناتها كلونفون يبدا عنده شويه خجل. يقرا حساب للناس الكل، فهمت؟ يبدا كيما قلت ماهوش اجتماعي، يحتاج برشا وقت باش مثلا انت باش تعطيه حاجه يعملها يلزمو بوكو دو طون باش ينجز المهمه نتاعو. زاد ما يكونش صداقات فيسع فيسع، كي تلقاه ان بو ريتيري، باش ما نقولش ريتيري ولا معزول، اما صعيب برشا باش يتعامل معاه. يندمج صعيب بالاندمج نتاعو. وخاصه في صداقات جديده، معلش ديما هذوما نحبذوا انه كل كي تحول مثلا صغير من روضه لروضه يلقى مشكله، تحوله من المدرسه لمدرسه يلقى مشكله، حتى امه باش تخليه صعوبه الاندماج. صعوبه الاندماج واختيار كل بيئه جديده يحسها مقلقه ليه، حتى امك باش تمشي وتخليه مثلا عند ما نعرفش اختها ولا عمته ولا اتسيتيرا، يحس روحه انه معناها ما يتقبلش الوضع وما يتاقلمش مع الوضع مع كل وضعيه جديده. طرق التعامل معاه هي لله، هذا يلزمك تقرا له برشا حساب، هو راهو اليكم صا دونك. كيفاش اكثر حاجه انت مش تساعدوا فيها باش تخرجوا من الوضع هذايا، انك تعاونوا باش يختار اصحاب. خاطرك هو شنو لو رونفور الثقه اللي شكون عطيها بطبيعتهم، شكون عنده علاقه اولتيم بامه مع امه، دونك امه تحاول تساعده مش هي تختار له، تعاونوا لا ديريك معناتها توجه وترشد باش اكل تسهل له الماموريه، خاطر هو الفاسون هو اللي باش ياخذ القرار، هو ياخذ القرار وهو اللي يختار، اما هي جست تحط له لي زينيسياتيف وتهيئ له الارضيه باش يختار صحيباته. والام تكون ام قبل ما تكون مربيه، وحتى البوره وكون ام وكون رفيق وصديق قبل ما تكون مربي في الوضعيه هذه. انت بيدك يلزمك تعطي قيمه لك الصفات هذيك وما تحاولش تتعسف عليها. دونك هذوما من ابرز حاجه اخرى، معناتها نحن هذوما في الشخصيه الحساسه موجوده برشا، وراهم الوالدين ديما يحطوه دي ليسي وما يقرالوش حساب المشاعر، دونك حطيناها في خمسه. انا واحده من الناس معناها بنت الران حطيتها في خمسه نقاط مهمين. اول نقطه اللي قلنا يساعدوه باش يختار اصحابه ويكون صديق وام او اب قبل ما يكون مربي. حاجه اخرى انك تصغي ليه وتسمعه وتحتضنه وتقدر مشاعره تجاه التفاعل مع الاشياء.
احنا مرات هي احنا قلنا مرها في الحس وخجول، مرات تحس ام تقحم ولدها تقول له بوس خالك بوس عمك اعمل ذيك، هو ان با لو بليزير دو لو فير، علاش انت معناها تجبروا وكل اجبار راهو ماهوش يحل بالاجبار، يعني يخلف له قلق، يخلف له هو قلق واكتئاب وراه يزيد يهز له ثقته بنفسه. معناها كلي بوس عمك بوس خالك اعمل حاجه بالسيف، هو هو سيتي ناتور، احنا ما تجبروش فيه، معناها سلوك ماهوش ايجابي. هو ما يحبش، معناتها شنو هي المشكله انه ما بسوش ولا خليه هو يسلم بطريقته، علاش انت تقول له لا بوس لا حمله لا اعطيه، والا مثلا عنده حاجه في ديه ياكل فيه اعطي معاك اعطي معاك، راه يلزمك تتفاهم الفتره النمائيه نجم الصغيره ذيك في اللي تا ايغو سونتري، معناها لازم تخليه على راحته، ما يعطيش راه زاد انت معناها في التربيه الوالديه يلزمك تتفاهم الوضع النمائي نتاع ولدك، راه فما في مراحل عمريه الصغير راه كي يضرب معناتها مش متربي، ما عنده لا الحاله النمائيه نتاعها تتطلبها انه كي ما يعطيش راه مش معناتها غورمون والا ايغويست، معناتها الفاز نتاع النمو نتاعو تتطلب منه في الفتره هذيك كان يعطي راه ولا يمشي طبيعي. دونك الوالدين راه مرات ماهوش وضع النمائي نتاعو يتطلب، المرحله العمريه تتطلب الاستفادة هذيك، راهي ماهيش حاله معناتها تخرج عن نطاق المجال، ما تعملش ولدك كطفل حاجه طبيعيه وما تجبروش على حتى شيء، مش ارضي ولدك وارضي معناتها ارضي المرحله العمريه نتاعو خير ما ترضي المجتمع، خاطر احنا قاعدين نربوا في صغرنا للناس باش نتباهوا بهم قدام الناس، باش يقول يا ولدها متربي يا ولدها يبقى في بلاصه، نو الصغير لو عنده وضعيه خاصه يتعايش معاها يلزمنا نفهمها ونحترمها. واضح. دونك هذه ابرز طرق التعامل مع النمط الحساس زي بالعنف وما نتعسفوش عليه، نحاولوا نتفاعلوا معاه ونتفاهموا معاه ونسهلوا عمليه الادماج التدريجي نتاعو، ما ندرجوش، معناه تو انت تحب تدمجوا امه ما تهزوش الجروب كبير، ابدا بالواحد بالاثنين بالثلاثه ونبدا ديما بعبيد يعرفهم ومن بعد تو يسهل معناتها الادماج نتاعو. شكرا لك مدام نجيب الحاجه الاخصائيه النفسانيه التربويه، يعطيك الصحه على المعطيات القيمه هذه واللي قاعده تفيد في الاولياء والامهات والناس اللي تسمع فينا الكل، وفما صدى اللي هما ياسر فرحانين بالمحتوى وبالنصائح اللي تقدم فيهم. شكرا لك مدام نجيب، يعطيك الصحه. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن الحياه في العائله، التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل اللي تهم العائله.